ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع برنامج آية وحكاية. كل سنة وأنتم طيبين، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، التقينا في رمضانات اللي فاتت مرة مع أظن كان برنامج روائع القصص، أي نعم، وبعدين روائع التابعين، ده كان السنة اللي فاتت، وكان برنامج كوكب تاني، وبرنامج يوسف الأحلام. السنة دي إن شاء الله بنلتقي مع برنامج آية وحكاية. آية وحكاية احنا بنحكي أو بنشرح الآية، وبنذكر مع الآية ديت سبب نزول الآية، وده من كتاب جديد عامله اسمه أسباب النزول، بنذكر فيه الآية وقصة نزول أو سبب نزول هذه الآية. طبعا سامحوني، امبارح أنا يمكن قدمت جزء من الحلقة، وكان بس حصل لي ظروف صحية وانصرفت وما كملتش حلقة، فبعتذر لإخواني وأحبابي، وبعتذر لإخواني في القناة، وأعتذر لجماهيرنا الطيبين. وإن شاء الله النهاردة نعتبرها الحلقة رقم واحد إن شاء الله، وكنت ناوي أن أنا أبدأ في الحلقات دي بترتيب الآيات القرآنية، لكن لقيت أن احنا ممكن ننتقي الموضوعات اللي تناسب حدث الوقت. فأنا شايف أن احنا نبدأ رمضان الشهر الجميل المبارك دوت بتوبة صادقة، ولذلك ننتقي هذه الآيات من سورة الفرقان. قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا صنف واحد، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. تعالوا نشوف الأحاديث الرائعة دي التي وردت في سبب نزول تلك الآيات. حديث الأولان رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى عليه وسلم سئل أي الذنب عند الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن أنت تجعل ند لله سبحانه وتعالى وهو اللي خلقك. قالوا له: ثم أي يا رسول الله؟ يعني الذنب اللي بعديه على طول. قال: أن تقتل ولدك مخافة أن تطعمه معك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قالوا: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، لأن الجار حينما يخرج فيعطي الأمانة لجاره، فأنت بذلك خائن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر، وأفعل التفضيل هنا ليس على بابي، قال: لأن يزني أحدكم بعشر نسوة خير له من أن يزني بحليلة جاري. وليس معنى ذلك أن أفعل التفضيل على بابي، يعني معنى ذلك واحد يقول إيه عياذا بالله أفعل الفاحشة مع عشرة ولا أفعلها مع امرأة جاري، أفعل التفضيل ليس على بابي، فده حرام وده حرام، لكن دي جريمة أكبر، لأن ده جارك ومديك الأمان. طيب، السبب الثاني من أسباب النزول كما فقال: فلما قال النبي ذلك قال يعني أي الذنب أعظم؟ كذا ثم كذا ثم كذا، فنزل قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفس، إلى آخر الآيات. السبب الثاني كما ورد أيضا عند البخاري ومسلم عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك، ناس كانوا مشركين، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أكثروا من القتل ومن الفواحش ومن الزنا إلى غير ذلك، فحبوا أنهم يقولوا إيه؟ لو كان ربنا يقبل التوبة مننا على الذنوب الكبيرة أو اللي احنا عملناها دي، اللي احنا عملنا حاجات كلها إجرام، لو ربنا هيقبل مننا التوبة ديت يبقى أكيد الدين ده دين عظيم وإحنا ممكن نخش. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: يا محمد، إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى آخر الآيات. ونزل أيضا قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. التوبة، إن احنا نبدأ رمضان بتوبة. احنا قلنا التوبة مش نبدأ بها رمضان بس حبايبي، احنا عايزين نكون كل شهر رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى عايزين
طول رمضان وطول السنة كلها، وقبل رمضان بشهر وشهرين نجدد التوبة كل يوم في كل لحظة، علشان احنا قلنا قبل كده ان شهر رجب هو شهر البذر اللي بتحط فيه البذرة، وشهر شعبان هو شهر السقية، وشهر رمضان هو شهر الحصاد. فإن فما أردت أن تحصده في رمضان فاغرسه في شهر رجب. ربنا يعني يغنمنا وإياكم يا رب الفوز بشهر رمضان والفوز بليلة القدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في حديث رواه المنذري بسند جيد أن رجلا سقط حاجبه على عينيه من كبر السن، لكن كان لسه ما أسلمش، فجاء إلى الحبيب المصطفى وصلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فتبسم نهر الرحمة وينبع الحنان، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ طبعا اللي يشوف المسألة دي لابد أنه يشهد. قال: أشهد. قال: أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فقال الرجل: وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل مكبرا الله أكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. فنزل جبريل بآيات تتلى إلى يوم القيامة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كان في واحد اسمه زازان، حكينا قصته قبل كده. الراجل ده كان مطرب وكان صوته جميل قوي، كان بيجمع اصحابه كده قدام بيته يقعدوا يشربوا الخمره وهو بيعزف على آلة وترية كده شبه العود ويغني وصوته جميل. فعدى قدامه ابن مسعود تلميذ النبي اللي اتعلم على ايده الادب واللين والرحمه. فلما عدى فسمع الصوت الجميل ده ما قالش منكر يلا وكسر كسير وخبط خبيط يلا موت فيهم ودول كفره ولا ملحدين، ابدا. كل اللي عمله ابتسم كده وقال: الله، ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. فسمع زازان هذه الكلمة لكن لم يوضح، فقال: ماذا كان يقول؟ قالوا له: قال كذا. قال: من هذا الرجل؟ قالوا: هذا ابن مسعود تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه وبكى وقال: والله أشهدك أني قد طبت إلى الله. ثم بكى زازان، فبكى ابن مسعود يعني من باب التعاطف مع بكاء زازان، وقال: وكيف لا أحب من أحبه الله؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأصبح زازان بعد ذلك طبعا كسر العود وكسر وأهراق الخمر، وبعد ذلك أصبح من المحدثين الذين يروون الحديث عن سلمان وعن ابن مسعود رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وكان في واحد اسمه القعنبي. القعنبي ده كان رجل عادي جدا، رجل سكير بيشرب وبيسكر وبيعمل كل منكرات. وبعدين فجأة قعد مع شوية من أصحابه كده عاملين بيشربوا الخمر، فجأة لقى الحجاج شعبة بن الحجاج. شعبة بن الحجاج ده كان أمير المؤمنين في الحديث، فمعدي عزكم الله وركب حمار بسيط جدا وبيجري بيه الحمار، وطلبة العلم بيجروا وراه علشان يدركوه ويتعلموا منه الحديث. فبيقول: من هذا الرجل؟ فقالوا له: شعبة بن الحجاج. تعرفوش مين ده؟ فقال لهم: ايه شعبة بن الحجاج؟ مين شعبة بن الحجاج؟ انت عارفين من ايه؟ الانسان يحب من كان على منهجه. يعني تلاقي مثلا ايه الشاب اللي بيسمع اغاني يعرف مثلا المطرب الفلاني والمطرب الفلاني، لكن لما تيجي تقول له الشيخ فلان يقول لك: مين الشيخ فلان ده؟ بتاع ايه ده؟ وممكن يقول لك بقى بيظهر يقول لك: بيبيع ايه ده؟ واخد بالك كده يعني. فكل واحد يميل الى من يحب. فقال لهم: مين شعبة بن الحجاج ده؟ قالوا له: ده امير المؤمنين في الحديث. قال لهم: طيب. فرح جاري وراه وراح مطلع له سكينه وراح ماسك لجام الحمار اعزكم الله، وراح باصص لشعبه كده قال له: حدثني، مش انت بتروي احاديث وراجل امير المؤمنين في الحديث؟ يلا حدثني. فقال له: ما هيئتك بهيئه اهل الحديث؟ شكلك كده مش شكل الناس بتوع حديث خالص بالمره. قال له: تحدثني او اجرحك، يعني بالبلدي كده تحدثني ولا اقطعك بالسكينه ديت؟ فقال له: حاضر احدثك. حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فوقع السكين من يدي القعنبي، فلما وقع السكين ذهب وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم سافر بعد ذلك إلى المدينة المنورة وطلب العلم على يد الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة. وبعد أن أصبح عالما لا يشق له غبار، الإمام القعنبي ما شاء الله، عاد ليطلب الحديث من شعبة ابن الحجاج، فأخبروه أنه قد مات فلم يسمع منه إلا هذا الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
حبايب قلبي، احنا عارفين انه ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبه. الامه بتعيش في بلاء، طبعا الامه بتعيش في بلاء، رغم الثورات ورغم التحرر ورغم لسه برضه الفتن موجوده، ولسه في مشاكل كبيره، ولسه في ناس بتتآمر على مصر وعلى غير مصر. ربنا يا رب يجعل كيدهم في نحورهم ويسلم مصرنا وكل البلاد الاسلاميه يا رب العالمين، ويفرج هم اخواننا في سوريا. اللهم امين يا رب العالمين. المصائب دي لابد أن الأمة تغير الذنوب اللي احنا عايشين فيها ديت عشان ربنا يرفع هذه المصائب. قال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في اتنين ما الأولانية اللي هي إن الله لا يغير ما بقوم، اللي هي العقوبات، حتى يغيروا ما بأنفسهم، اللي هي المخالفات والذنوب والآفات التي يبتعد بها العبد عن الله سبحانه وتعالى. لذلك سيدنا سليمان عليه السلام، سيدنا سليمان النبي الكريم، لما حدث قحط وجدب في عهدي، قالوا له عايزين نخرج وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسقينا الغيث. فقال لهم: هي نخرج إلى الصحراء. فخرجوا إلى الصحراء، وهم ماشيين رأى سليمان عليه السلام نملة ملقية مستلقية على ظهرها، وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك وعبيد من عبيدك، وإنا شوف الكلام العجيب، وإننا كدنا أن نهلك بذلك القحط والجدب، فلا تؤاخذنا بذنوبنا ببني آدم، فاللهم اسقنا الغيث. طبعا سيدنا سليمان ربنا آتاه فهم لغات النمل ولغات كل الحشرات والدواب والطيور، فلما سمع كلامها قال: ارجعوا فقد سقيتم بدعاء نملة. وبالفعل نزل الغيث بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر بن الخطاب لما حدثت المجاعة والقحط والجد وخرجوا يصلون صلاة الاستسقاء، ما زاد عمر بن الخطاب في دعائه عن الاستغفار. فقالوا له: ما زدت على الاستغفار يا أمير المؤمنين؟ قال: والله لقد سألت الله عز وجل بمجاديح السماء، الأشياء التي تحرك الماء من السماء وتفتح لكم باب الخير والأرزاق بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول أن التوبة مشروع قومي لنجاة الأمة ولرفعة الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. التائب حبيب الرحمن. تخيل لو الأمة كلها تابت، الأمة كلها تبقى حبيبة للرحمن. وهل يخذل الحبيب حبيبة؟ هل ربنا سبحانه وتعالى ممكن يخذل أحبابهم إذا تابوا إلى الله سبحانه وتعالى وعادوا ورفعوا أيديهم بالدعاء؟ هل ممكن ربنا يخذل أي واحد مننا؟ حاشا لله سبحانه وتعالى. التائب حبيب الرحمن. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإن الله إذا حب عبدا، ما في الحديث نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبه ملائكة السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. في الحديث الثاني الأولين هو مسلم، الثاني هو البخاري، أن المولى عز وجل قال: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. سبحان الملك. الله يفرح بتوبتك. أقسم بالله لو ما كانش في أي حاجة في التوبة ولا أي نعمة في التوبة ولا أي ثمر للتوبة إلا إن المولى عز وجل يفرح بتوبة العبد، لكان واجبا علينا أن نتوب ليفرح المولى عز وجل بتوبتنا، كما جاء في الصحيحين: لله أفرح بعبده حين يتوب من أحدكم كان بأرض فلاء ومعه دابته عليها طعام وشراب وغذاء، فانفلتت منه الدابة فآيس من الحياة، فاضطجع في ظل الشجرة ينتظر الموت، فبينما هو على ذلك إذ رأى الدابة عند رأسي فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ العبد من شدة الفرح. الكون ده كله يتحرك من أجل توبة إنسان صادق. وكلنا عارفين قصة الرجل الذي قتل 99 وأراد أن يتوب، والعابد يأس من رحمة ربنا فأم قتله بكم بالمية، فالعالم قال له: لك توبة. أيوة طبعا ليك توبة. فذهب فمات في منتصف الطريق، كلكم عارفين. فأمر الله أن الأرض أن تتحرك من تحته ليقترب إلى أرض الطاعة من أجل أن تقبض روحه ملائكة الرحمة بفضل الله سبحانه وتعالى. وعايز أقول حاجة، ممكن واحد يقول لي: طب أتوب من إيه؟ إحنا مش ناس الحمد لله مش ما عندناش ذنوب. طبعا ما فيش حد في الدنيا ما عندوش ذنوب، لأن العصمة دفنت يوم أن دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان لازم يتوب، واجب علينا. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ما قالش أيها المذنبون، لعلكم تفلحون. حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر الله في اليوم والليلة
في رواية مسلم كان يستغفر الله عز وجل في اليوم والليلة 100 مرة، في رواية البخاري أكثر من 70 مرة. يبقى رواية مسلم بتوضح رواية البخاري، التوبة شيء عظيم جدا، مشروع قومي بفضل الله لنجاة الأمة. تعالوا نكمل موضوعنا الجميل دوت، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. أما نقرأ في الكتاب المستبين يدينا الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. عايز أقول يا جماعة والله العظيم أن الخير كل الخير في أن احنا نقبل كلنا على الله سبحانه وتعالى، ومليش دعوة بغيري. ابدأ بنفسك وما تنتظرش حد، ابدأ بنفسك وأخلص النية لله، وأكيد ربنا هيكرمك، وأكيد هتكون قدوة لغيرك. يوم ما ربنا يكرمك وتبدأ بإخلاص، وكلمة تطلع من القلب توصل للقلب، ولما يكون الواقع بتاعك، وزي ما بيقولوا الإنسان بيستفيد من لحظ الإنسان قبل لفظه، أحوالك وسلوكياتك وأخلاقياتك اللي هو تحويل الإسلام إلى واقع عملي، ده بيؤثر في الناس جدا أفضل من 100,000 كلمة. حتى قال القائل: عمل رجل في 1,000 رجل خير من قول 1,000 رجل في رجل. ممكن يتحجب الخير الكبير عن الأمة بسبب ذنوبنا ومعصينا إن لم نتب إلى الله سبحانه وتعالى. وقع جدب وقحط في عهد بني إسرائيل على عهد سيدنا موسى عليه السلام، فقالوا له: يا كريم الله، ألا تدعو الله عز وجل أن يسقينا الغيث؟ قال لهم: يلا نخرج إلى الصحراء وندعو الله عز وجل. فلما خرج إلى الصحراء توجه نبي الله موسى عليه السلام إلى الله جل وعلا وقال: اللهم انشر علينا فضلك وإحسانك واسقينا الغيث يا رب العالمين. فأوحى الله إليه: يا موسى، فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمره أن يخرج من بين أظهركم، فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء. فتعجب نبي الله موسى وقال: يا رب، كيف أسمعهم وهم 70,000؟ فأوحى الله إليه: منك النداء علينا البلاغ. وقف موسى عليه السلام على الصخرة وقال: يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، اخرج من بين أظهرنا، فبشؤم معصيته منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إليه: يا موسى، إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود، فوضع رأسه في ثوبه وبكى وقال: يا رب، عصيتك 40 فأمهلتني، فلئن خرجت الآن فضحت أمام الملأ، ولئن بقيت هلكت وهلك كل من معي، فها هي توبتي ألقيها بين يديك، فاقبلني وارحمني واسترني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالإرم. فتعجب نبي الله موسى وقال: يا رب، أسقيتنا ولم يخرج منا أحد؟ فقال جل وعلا: يا موسى، أسقيتكم بالذي منعتكم به، فقد تاب العبد وعاد إلي. ففرح موسى وقال: يا رب، أرني هذا العبد الطائع التائب. قال: يا موسى، لم أكن لأفضحه وهو يعصاني، أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصية، الفضل أجزل والمواهب أوسع، ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورا يسطع. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. جه واحد لإبراهيم بن أدهم فقال له: يا إبراهيم، أنا دايما أذنب ثم أتوب ثم أعود فأذنب. قال له: 5 أشياء لو عملتها لا يضرك ذنب أبدا. قال له: هاتها يا إبراهيم. قال له: أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال له: سبحان الله، وهل الرزق يأتينا إلا من عند الله؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال له: إذا كنت تعلم ذلك فهل يجدر بك أن تأكل من رزق الله وأن تبارز الله بالمعاصي؟ قال: لا والله يا إبراهيم. هات الثانية. قال: إن أردت أن تعصي الله فعصيه في مكان لا يراك الله فيه. قال: سبحان الله يا إبراهيم، إن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن الله
الله يعلم السر وأخفى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن كل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. فقال إبراهيم: أيجدر بك أن تعلم أن الله ينظر إليك ثم أنت تبارزه المعاصي؟ قال: لا والله. هات الثالثة. قال: إن أردت أن تعصي الله فلا تسكن في أرض الله. قال: يا إبراهيم، كيف يكون ذلك والملك كله والكون كله لله، الله فاطر السماوات والأرض؟ قال: أيجدر بك أن تسكن في ملكه وأن تبارزه بالذنوب والمعاصي؟ قال: لا والله يا إبراهيم. هات الرابعة. قال: إذا دخل عليك ملك الموت فقل: أجلني يا ملك الموت حتى أتوب ثم أقبض روحي بعد ساعة. قال يا إبراهيم: إن الله جل وعلا قال: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: إذا كنت لا تدري متى تموت وقد تموت على معصية، يجدر بك أن تعصي الله عز وجل؟ قال: لا والله. هات الخامسة. قال: إذا جاءتك زبانية جهنم يوم القيامة وأرادت أن تلقيك في النار فقل لهم: لن أذهب معكم. فقال يا إبراهيم: إن الله عز وجل قال: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: يا أخي أيجدر بك بعد كل هذا أن تعصي الله؟ قال: لا والله، قد تبت إلى الله أستغفر الله عز وجل. هكذا بيكون الأسلوب يوصلك للتوبة بشكل جميل وبشكل غير مباشر. زي ما واحد جير الحسن البصري ما كانش بيصلي، فالحسن البصري نزل يتمشى معاه شوية وبدأ يتكلم معاه كلمتين لطاف وبدأ يذكره بالجنة والنار والآخرة. فجأة عدت جنازة فقال له: يا أخي، أترى لو أن الله أحيا هذا الميت الآن فيا ترى ماذا سيصنع؟ فالفطرة الجميلة اللي جواه قال له: ماذا سيصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصياما وبرا للوالدين. قال: إذن فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن، فاصنع ما قلت. فتاب العبد وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام أحد الأئمة، اثنين من الأئمة الكبار من التابعين، شافوا منظر عجيب جدا. شافوا ضفدعة على نهر دجلة واقفة، وبعدين فجأة عقرب بدأ يجري لحد ما وصل للمية، فهم ظنوا أن العقرب عايز يموت الضفدعة. ففجأوا بمنظر عجيب جدا، فجأوا أن العقرب ركب فوق ظهر الضفدعة، كانت ضخمة، ركب فوق ظهر الضفدعة، والضفدعة أصبحت له كالمركب كالسفينة، وراحت معديه لحد ما وصلته الشاطئ الثاني. فاستغرب أحد الأئمة، قال: الضفدعة دي بتعمل إيه هي والعقرب، وده راكب فوق دي إزاي يعني؟ فراحوا راكبين المركب بتاعتهم ومشوا من بعيد يراقبوا الموقف. عدوا الناحية الثانية ووصلوا، كان يدوب لسه طلع العقرب من على ظهر الضفدعة، فوصلوا فلقوا شاب كان سكران. طبعا عرفوا بعد كده ان هو كان سكران لما شموا رائحة فمه. الشاب ده كان سكران وكان نايم مش داريان بنفسه من كتر السكر والخمر اللي شربه، وكان فوق صدره حية من النوع السام ولسه قايمة علشان تلدغه. فجأة هجمت العقرب على الحية ولدغتها قرصتها فسمت الحية، فماتت الحية على صدر هذا الشاب. فقام الاثنين الإمامان الكبار فراحوا مصحيين الغلام الشاب ده، فقالوا له: استيقظ أيها الشاب وانظر كيف حفظك الله عز وجل من تلك الحية بذلك العقرب. فلما قام لقى الحية مرمية على صدره ميتة متفرقة فالسخة. قال: إيه اللي حصل؟ قالوا له: ربنا سخر لك ضفدعة ركبت على ظهرها عقرب ووصلت هنا علشان تنقذك، ثم عادت مرة أخرى وركبت فوق الضفدعة ورجعت مرة تانية، مع إن الضفدعة بتخاف من العقرب، لكن ربنا سخر قلب الضفدعة إنها ما تخافش من العقرب، وحنن قلب العقرب عشان ما يقتلش الضفدعة وعشان يجي ينقذ الشاب ده من الحية. فقام الشاب وبكى بكاء مريرا، فقال له شيخي: إلى أين؟ قال: أرجع إلى الله عز وجل الذي حفظ ظني. ثم نظر إلى السماء وقال: اللهم هذا فعلك بمن عصاك، فكيف فعلك بمن يطيعك؟ سبحان الملك. كان في رجل، الرجل ده كان عنده غلام يعني عبد عنده، وكان الرجل ده كان دايما يشرب خمر ويعمل حاجات وحشة ويعزم الشباب عنده إلى غير ذلك. فجأة في يوم من الأيام الرجل ده أرسل الغلام وقال له: روح اشتري لي فاكهة بأربع دراهم، اشتري لي فاكهة بأربع دراهم
فلما قالوا اشتري لي الفاكهه ديت فالشاب مش عارف يعمل ايه، فراح عشان يشتري له الفاكهه بالاربع دراهم، فلقى واحد من العباد اسمه منصور بن عمار. منصور بن عمار لقاه بيقول من يعطيني، من يعطي هذا الفقير اربع دراهم وانا ادعو له اربع دعوات. فالغلام قال لها فرصه، ام اديله الاربع دراهم وقال له ادعي لاربع دعوات. قال له ايه الدعوات؟ قال له الدعوه الاولى ان ربنا يخلصني من سيدي فدعا له. قال له الدعوه الثانيه؟ قال له ان ربنا يتوب على سيدي. قال له الثالثه؟ قال له ان ربنا يخلف علي الاربع دراهم لا ارجع اضرب فدعا له. قال له والرابعه؟ قال له ان يغفر الله لك ولي ولك ولسيدي ولجميع الحاضرين. فدعا، فعاد الغلام الى الرجل وكان متاخرا، فالرجل قال له كيف تاخرت كل هذا ثم لم تاتني بالفاكهه؟ اين الدراهم؟ قال ضاعت الدراهم. قال اين؟ قال له عملت كذا وكذا وكذا. قال له ودعا لك منصور بن عمار؟ قال له ايوه. قال له ايه الاربع دعوات؟ قال له الدعوه الاولى يعني كده وش كده ان ربنا يخلصني منك. قال له انت حر لوجه الله. قال له الدعوه الثانيه؟ قال له ان ربنا يتوب عليك. قال له تبت الى الله. قال له الدعوه الثالثه؟ قال له ان ربنا يخلف على الاربع درهم. قال له ادي 4000 درهم تبدا بها حياتك. قال له الدعوه الرابعه؟ قال له الدعوه الرابعه ان ربنا يتوب علي وعليك وعلى منصور بن عمار وجميع الحاضرين. قال اما هذه فلله وليست لي. فنام هذا الشاب او هذا الرجل فراى في المنام رؤيا وكان قائلا يقول قد غفر الله لك ولمنصور بن عمار وللغلام ولجميع الحاضرين. مش عايزين حد يأس من رحمة ربنا، عايزين نبدأ صفحة جديدة من الليلة دي، وعايزين ربنا يكرمنا كده ونقرب من ربنا أكتر وأكتر، ونحاول إن احنا نستثمر كل لحظة في طاعة الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول إيه يا ابن آدم؟ إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يعني إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وإحنا يعني كمان شوية كده ربنا يكرمنا ويكرمكم بقى، بعد ساعتين ثلاثة هنلاقي نفسنا في الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وينادي هل من داع يدعوني فأجيب، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. وكل ليلة لله عتقاء من النار. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير، وإن شاء الله نلتقي غدا مع آية وحكاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعيون والمشاعر واليقين لما نقرأ في الكتاب المستبين.